بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع طال انتظاره، تقسيم مدار الشمس. الإكليبتيك، مدار الشمس أو مسار الشمس. الإكليبتيك دائرة البروج الشمسية، لأن في بروج الشمس ما بتعديش فيها ولا حاجة، والسماء بتتكون من 88 مجموعة نجمية. هحط لكم الصورة بتاع مجموعات النجوم اللي في السماء الحين. دي كده صورة الكوكبات أو المجموعات النجمية في السماء، وهم 88 كوكبة. الصورة أنا حاططها مقلوبة علشان تظهر بجودة عالية، لأنه هي الصورة كده مقاساتها عشان تركب مع مقاسات الفيديو، فأنا لفيت الصورة. أوكي، أنت لو حضرتك تحسب إنه إحنا شغالين بنظام اسمه نظام التروبيكال في الويسترن أسترولوجي في التنجيم الغربي. أوكي، هنشرح دلوقتي كل صورة، هكبرها وأشرح لك عليها التفاصيل، وديك أم التفاصيل هنشرحها. في نظام تاني العيال بتوع التنجيم الهندي بيستخدموه، نظام السيدريال. وفي بقى هبة طالعة جديدة لأحد الفلاسفة من المتفلسفين والمتفلسفات اللي بيحب يحشي في المحشي ويهرو في المهري، والأشكال الضالة كلاب السكك اللي بتحب تظهر نفسها إن هي بتفهم، وإن أنا بعرف بقى، وإن أنا مميز، وإن أنا خطير، وإن أنا باكل فطير، وإن أنا بعرف اللي محدش بيعرفه، وإنه أنا اللي جبت الديب من ديله، وإن أنا اللي فشخت الأرض والعبد لله مسك الحديد تناه، ومش عارف إيه كده، وقف القطر على مش عارف إيه الكلام التافه ده، انت فاهمه، شغل فرض العضلات ده. ولو جيت تسأل اي حد في البتنجان ما بيفهموا شيء في البتنجان. فاحنا مضطرين، انا اضطررت ان انا اعمل الفيديو ده عشان اشرح نظام الكوكبات الكونستليشنال، النظام تقسيم المجموعات او البروج النجميه او المجموعات النجميه بمقاساتها الحقيقيه. والحين الكلام هيجيب بعضيه، اما نشوف. انا يعني الفيديو ده انا لسه هعمله، ومش عارف انا هوصل في السب واللعن لحد فين، فنكمل اما نشوف احنا هنروح لحد فين. ده اسمه نظام التروبيكال زودياك، يعني تقسيم مدار الشمس او خط الشمس على اساس انه والله نقطه الاعتدال الربيعي هي نقطه الصفر حمأ. كلمه اعتدال يعني ايكونوكس، او يعني ايكونوكس، يعني الكلمه دي كلمه غريبه، بس انا لازم نشغل جوجل ينطقها، لان انا ايه عضلاتي على قد في اللغه الانجليزيه. طيب ايكونوكس، ايكونوكس مش عارفه بتتنطق ازاي، بس هي بتتنطق كده ايكونوكس. ايكونوكس انه والله احنا هنعتبر انه نقطه الصفر حمل، او ان الدرجة رقم صفر في برج الحمل بتيجي من عند الاعتدال الربيعي، والدرجة رقم صفر في برج السرطان من عند الاعتدال او من عند الانقلاب الصيفي. اجيب لكم الصورة دلوقتي وديكم شايفينه، الانقلاب الصيفي صفر سرطان، الاعتدال الخريفي صفر ميزان، الانقلاب الشتوي صفر جدي. دول وكل برج 30 درجة. ده النظام اللي بيستخدموه في كل المدارس التنجيمية، وده المعتمد ما بين العرب وأوروبا وكل كوكب الأرض. يعني كل الناس طوب الأرض شغال بالنظام ده. واحد يقول لك بقى اصل النجوم اتحركت من مكانها، احنا عارفين ان النجوم اتحركت من مكانها لان النجوم بتتحرك درجه كل 72 سنه. عمرك شفت حد في ديك ام اليوتيوب قال المعلومه دي؟ لا. ولو تقلب اليوتيوب فوق تحت، شرق عرض جنوب غرب يمين شمال، ان في حد يقول الجمله اللي انا قلتها دي، انه النجوم تتحرك في اتجاه الغرب تقريبا درجه كل 72 سنه. مش 72 كمان، هي 71 وكسور، 71 ونص كده. فإن النجوم اتحركت في السماء وهم ابتدوا علم التنجيم أو ابتدوا تقسيم البروج، وقال لك خلاص احنا هنفضل بقى زي ما احنا، النجوم تتحرك، النجوم ما تتحركش، كشوم النجوم اساسا كده كده. انت هتفهم كمان شوي هم ليه عملوا القصه بتاعت ان النجوم تتحرك او ما تتحركش، احنا كده كده هنفضل ماشيين على النقطه اللي احنا ماشيين عليها وخلاص. احنا شغالين على الاعتدالات والانقلابات بتاع فصول السنه الاربع وبس يا سيدي. ده النظام رقم 2، السيدريال زودياك، تقسيم دايره الشمس اللي هي اللي اسمها الإكليبتيك. إكليبتيك يعني مسار الشمس أو مدار الشمس أو الخط الظاهري الذي تمشي فيه الشمس في السماء. الإكليبتيك اعتبارا من نجم اسمه نجم سبيكا، طيب، أو سبايكا على حسب النطق، السماك الأعزل. النجم ده تقريبا مكتوب هنا كده هو إن هو النجم اسمه ألفا فيرجينيس أو ألفا العذراء، إن النجم ده
نرصده في السماء ونخليه هو الدرجة رقم صفر في برج ايه؟ في برج الميزان وبس، ونقسم الخريطة بناء على الكلام ده. وليه بقى القصة دي حصلت؟ ايوه هنا بقى ابتدى الكلام، في رجلين الحمام. لانه من 1700 سنة، احنا حاليا في سنة كم؟ احنا حاليا سنة 2023. حلو، نرجع بقى 1700 سنة، احنا 2023 ناقص 1700 سنة، سنة 323 ميلادي، كان السيدريال هو نفسه التروبيكال، ما كانش في فرق فيما بينهم ولا حاجة. ولكن ايه اللي حصل؟ كل 72 سنة يحصل ان الكواكب، ان النجوم تتحرك درجة في اتجاه الغرب، النجوم تتحرك درجة في اتجاه الغرب، النجوم تتحرك درجة في اتجاه الغرب، ويترحل المدار. فقال لك ايه بقى؟ انه في حاجة اسمها الحركة البدارية، البريسيجن تقريبا اسمها كده النطق بالانجليزي، ومكتوب عندكم بالانجليزي البريسيجن. الحركة البدارية ان النجوم ترجع لورا ترجع لورا ترجع لورا، فتغيرت النقطة بتاعت الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي والكلام اللي زي كده، واصبح بقى الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي بقى اكيد اختلف. يعني وكأنك انت حركت بيت من مكانه، او حركت بيت كان على فتح الشارع حركته لورا شويه او قدام شويه، حاجه زي كده. المهم يعني انت بقى ايه، لو حبيت تتثقف وربنا يمن عليك بالثقافه، فهو ده بدايه الكلام اهو، انا بقى بفسره لك وبحاول اترجمه لك. فالناس الحلوين بتوع الفيديك استرولوجي هم اللي بيستخدموا القصه دي، القصه بتاعت انه يخش في البرنامج ويستخدم حاجه اسمها الصيدري. وحتى الصيدري بينقسم كذا نوع. طيب لو جيت سألت العيال بتوع التنجيم الهندي، قلت له يا دي عيل انت وهو، ايه الفرق ما بين التروبيكال والسيدريال غير الفرق اللي كل الناس تعرفه؟ هيقول لك رجع الكواكب 23 درجة لورا. طب من فين جبت ال 23 درجة؟ يقول لك ما اعرفش، اللي انا اعرفه ان الفرق ما بين الكواكب في التروبيكال والسيدريال 23 درجة. طيب يا استاذ قول لي بقى من فين جبت 23 درجة؟ خش على الآلة الحاسبة اقسم ال 1700 سنة اللي هي النقطة اللي كان فيها الألفا حمل، دي معلومة ما قلتهاش قبل كده، الألفا حمل هي نفس نقطة الفيرنال إيكونوكس، نقطة الاعتدال الربيعي هي نفسها الألفا حمل. فلما كل 72 سنة النجوم تتحرك درجة في اتجاه الغرب، أصبح إنه النجوم اترحلت بمقدار 23 درجة. ايه علاقة 23 درجة في 72؟ اضرب 72 في 23 درجة يطلع 1700 سنة، هي نفس البتنجانة بالظبط. دي محتاجة واحد بيفهم في الرياضيات، القصة دي بقى محتاجة واحد بيفهم في البتنجان، لان دي الشغلانة كلها رياضيات في رياضيات. طيب فلو حضرتك ما بتفهمش حاجة في الرياضة ولا بتفهم حاجة في الحساب ولا بتفهم حاجة في البتنجان، فبلاش تتفلسف في علم الفلك. طبعا اكيد في شخص جاهل دلوقتي بيتابعني في اليوتيوب وهو عارف نفسه، هو في شخص كده جاهل ابن جهلة واهله كلهم جهلة بيتابعني في اليوتيوب، فهو عارف ان انا اقصده بالسب واللعن والشتيمة في كل فيديو. ليه؟ لانه بيتفلسف، هو الشخص ده بيحب يتفلسف، هو ربنا حطه في الفلسفة، يحب يتفلسف، هو كده يموت في الفلسفة، يتجن جنانه في الفلسفة، عنده زي شبق جنسي في الفلسفة، انه يفتف اشياء هو مو فاهمها. طيب اصبر لما تفهم وبعدين تفلسف. لا هو كده انت فاهم، يحب يتفلسف. فمن فين جت ال 23 درجة للخلف؟ يقول لك رجع النجوم او رجع الكواكب 23 درجة للخلف. من فين جت ال 23 درجة؟ يلا ماشي، على اي اساس انت قلت 23 درجة؟ اقسم 1700 على ال 72. ايه دخل 72؟ 72 هي مقدار سرعة النجوم في السماء. يا راجل الكواكب، النجوم بقى ليها سرعة؟ يعني النجوم اللي هي النجوم اللي احنا نعرفها بتتحرك؟ دي قصة طويلة بقى. شوف انا جاني اكتئاب لما عرفت ان النجوم بتتحرك. انا كمحمد، انا شخصيا جاني اكتئاب، انا في اليوم ده جاني اكتئاب. يعني انا لحد هذه اللحظة بحاول استوعب ان النجوم اللي في السماء بتتحرك. شفت الكلام؟ فانت بقى حاول تتصالح مع الوضع زي ما انا اتصالحت معاه، ان النجوم اللي في السماء رصدها بيتحرك كل 72 سنة درجة، مش كل 72 سنة، كل 71 سنة ونص كده تقريبا. اسمع الفيديو ده 500 مرة يمكن تفهم، لو ما فهمتش خلاص مو شرط يا اخي، يا اخي ربنا ما خلقش الناس كلها عشان تفهم، مو شرط تفهم، انا حاولت اشرح لك بما فيه الكفاية. جينا عند الحتة المثيرة للجدل، الكونستليشنال، نظام المجموعات او نظام الكوكبات او نظام الكوكبات النجمية او المجموعات النجمية. ايوه اهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طيب يعني أقلك منين يا بطة؟ شوف يا بيه، برج العقرب مساحته في السماء 6 و9 درجات، وكويس من رحمة ربنا، من رحمة ربنا يا أخي إن الكلام مكتوب بالإنجليزي. ليه؟ لأن إحنا عندنا عقدة الخواجة. لو ما كانش الكلام من مصدر إنجليزي، لأ أنا مخدوش، أنت بتقول كلام غلط، أنت بتحشي في المحشي. ما أبغى أسب دلوقتي عشان إيه، بحاول أطلع فيديو بدون سب وشتيمة، ولكن هو ده الافتكاسة بتاعة البرج ال 13، وإنه مواعيد الأبراج اتغيرت. أيوه حلوة دي، مواعيد الأبراج اتغيرت، وإن في حاجة اسمها البرج ال 13، حامل الثعبان، حامل الثعبان، حامل الثعبان، حامل الثعبان. الأفيوكس ده اسمه النطق بتاعه، أفيوكس. طيب من فين بقى نجيب كلمة أفيوكس دي الحين في الزمن الأخبر اللي احنا فيه؟ أنا عايز أجيب الكلمة دي وأشغلها عشان الناس تفهم يعني إيه البرج ال 13 اللي هم اللي أزعجونا بيه. المهم إن هو بيقسم البروج في السماء، انه برج العذراء مساحته، تخيل برج العذراء، البرج الصهيوني ده مساحته في السماء 43 درجة، دي المساحة الحقيقية. يعني برج العذراء مش مساحته 30 درجة، مساحته 43 درجة ونقطة فاصلة 65%. برج العقرب اللي هو العقرب اللي احنا عارفينه، مساحته في السماء يا دوبك 7 درجات، ومش 7، أقل من 7، 6 درجات وفاصلة 9 من 10. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ طيب دلوقتي ايه بقى الكلام؟ الكلام ان هم يقول لك ايه، احنا عايزين ندخل البرج ال 13. طيب الكلام ده مش هينفع يا جماعه الخير، يقول لك لا شوف لنا اي افتكاسه ندخل البرج ال 13، وبعدين يغير في مواعيد البروج، يقول لك انه مش عارف برج القوس هيبتدي يوم كام بدلا من كام. احط لكم الصوره بتاع يقول لك المواعيد الجديده للبروج، وان برج العذراء اصبح 44 يوم، وان برج العقرب اصبح 7 ايام بس. الكلام ده يا راجل، الكلام اللي يمر، الكلام اللي يمر الله يجيب لهم المر. طب ما فيش طيب اوكي، احنا هنشتغل على النظام ده، ما فيش مشاكل. هات لي بقى كده برنامج فلكي واحد يرسم، ما في كلام مش منطقي. لازم يكون عدد البروج 12. هو الفلسفة بتقوم على انه تقبل القسمة على 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 4 وعلى 2، تقبل القسمة على الارقام الزوجية. دي قصة طويلة، انا كيف اشرح لك؟ انت معنى انك تقول الكلام ده معنى انك مش فاهم اي حاجة. القصة دي انا محتاج ايام وسنين عشان اشرحها. انت دلوقتي لما تقول ان هم 13، كيف تقسمهم على العناصر الاربعة والاتجاهات الاربعة والفصول الاربعة؟ كيف يا بيه؟ قول لي كيف كده؟ طيب كيف انت تقسمهم بهذا الشكل واصلا المساحات في السماء غير متساوية؟ لا ده احنا لسه بنقسم في البروج، امال لما ندخل بقى على تقسيم البيوت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بقى لما ندخل على موضوع تقسيم البيوت وحد البيت الاول وحد البيت العاشر والطالع والغارب ومساحة البيوت ومش عارف ايه؟ اذا انت اختلفت على مساحة البروج، عايز تتفق على مساحة البيوت، فطبعا الناس تاهت، الناس ضاعت مني وانا بتكلم دلوقتي، بس هي ده الحقيقة. انت هتحتاج وقت عقبال ما تفهم القصة دي. انت لو وصلت الى فهم يعني ايه مساحة البروج في السماء ويعني ايه مساحة البيوت، انت يعني بقيت متطور قوي. ده انت بقيت يلا انت بقيت انسان خطير وطويل وعريض، انت بقيت خطير. الانترناشونال استرونوميكال يونيون اسمها الاي اي يو استرونوميكال، ايوه، او انترناشونال استرونوميكال يونيون، الاتحاد الدولي للفلكيين، هو اللي قسم ان المجموعات اختارها ان هي تنقسم الى 88 كوكبه او 88 مجموعه، وهم بقى عايزين يخلوا مدار الشمس يمر ب 13 كوكب. وخلي بالك بقى انه مش عارف برج ايه هيبقى كام درج، وبرج لعب 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 لعب، ده هيهدم التنجيم. الحته دي كده هتهدم التنجيم كله اساسا. وبعدين كده اصبح ان البروج ملهاش معنى. او احنا شوف احنا ما عندناش مشكله، اوكي انا ما عنديش مشكله. يلا قول لي بقى يا اسطى، فين البرنامج اللي اشتغل على دخول الكواكب في البروج؟ يعني انت دلوقتي قسمت لي الشمس في البروج، طيب وفين بقيه الكواكب؟ الزهره وعطارد والمريخ والحاجات دي كلها، وزحل واورانوس ونبتون، كيف نعملهم على التقسيمه الجديده بتاعتكم؟ انا يعني يلا انا هتقبل البرج ال 13 اللي انتوا عايزين تضيفوه، انا ما عنديش مشكله، اوكي. طب يلا قول لي كيف تضيف البرج ال 13؟ ضفتوه،
ضفته. طيب اديني برنامج يرسم لي خريطة السماء بتقسيم البروج ان هما 13 برج، طالما ان انت عايز تعملها كده. او بقول لك ايه، ما تخليك محترم واعتبرهم 12 برج، ويا اخي احذف البرج ال 13. ايوه، ويعني خليك محترم ابن محترمة كده، وخلينا على ال 12 برج بالمساحات الحقيقية. خليك في ال 12 برج بالمساحات الحقيقية، يعني انا قبلت منك المساحات الحقيقية لل 12 برج، انك هتحط العقرب 6 درجات وتحط العذراء 43 درجة. بالمرة بقى، بالمرة، ها بالمرة، خليك محترم ابن محترمة، واحذف لي البرج ال 13 عشان الحبكة الدرامية تمشي. هيقول لك لا انا مفيش حبكة درامية، احنا عايزين نحط البرج ال 13. خلاص حط البرج ال 13 واديني تطبيق تنجيمي يطلع لي الاماكن الحقيقية للكواكب، او الاماكن الحقيقية للكواكب في البروج، ويلا بقى اديني تفسيرات. هتطلع ان التفسيرات مش صحيحة، يعني انت عارف هتطلع التفسيرات ابدا مش صحيحة، هتطلع التفسيرات كلها بتنجان وحشو في المحشي وهرق. فلذلك انا ما فيش حد بيستخدم نظام الكوكبات الكونستليشنال زودياك، ما حدش بيستخدم ولا حاجه، وقصه طويله طويله يا ولد، وهري هري هري هري. طيب بيقول لك ان الفيرنال بوينت، طب فين بقى برج الحمل؟ هل تحسب انه بيحسب الدرجه صفر حمل؟ خلي بالك، هل تحسب ان هو بيحسب الدرجه صفر حمل او الفا الحمل هي الدرجه صفر حمل؟ لا والله، ده بيقول لك ان الفيرنال بوينت بيبتدي من الدرجه صفر. يعني هو بيبتدي برج الحمل من الدرجه من الدرجه صفر حمل، من نقطه الانقلاب الربيعي. يا حلاوه يا اولاد، زي التروبيكال، لايك تروبيكال سيستم في الترجمه الانجليزي. يعني ايش تقول؟ طيب ما حد يستخدمها، ما حد يستخدمها. هرقي هرقي هرقي، وشكرا، ده اللي احنا حابين نقوله. لو الفيديو عجبك عجبك، ما عجبكش اخبط راسك في الحيطه، انا زهقت من الموضوع ده، زهقت، قرفت من الموضوع ده من جد. انا جايب اخر جايب اخر جايب اخر جايب اخر جايب اخر من الموضوع ده. فانت يعني اعيد الفيديو 500 مره يمكن تفهم، وهو هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه الحقيقيه اللي انت مش قادر تستوعبها، بس هي دي الحقيقه. طيب ان البروج مش متساويه في السماء ولا حاجه زي ما انت شايف حضرتك، وشكرا.